ملكة جمال الكون دائما وأبدا جورجينا رزق. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. تعرفي أنا سعيدة كتير بوجودك اليوم. والله أنا سعيدة كتير أنه هلأ بدبي، لأنه الإمارات أنا بحبها ودائما سباقة بكل شيء، وهلأ عندي كلمة صغيرة على المسرح بالنسبة لوزارة التسامح، هل هي سباقة على العالم كله بهالموضوع، وخاصة هلأ كمان قبل الحر يعني بالربيع حلو كتير بهالوقت هيدا. وشو بدي خبرك؟ لؤلؤة ما شاء الله، لؤلؤة دبي. لؤلؤة اللي أنا موجودة أنت فيها اليوم. مرسي مرسي حبيبتي، هي بوجودي أو غير وجودي هي لؤلؤة بالحكام تبعها وبالوايزنس تبعيتهم يعني، وبالتقدم هاللي كل شيء كان تكنولوجيا. ما في شيء بيصير جديد برا إلا ما بيعملوه بدبي. نعم. يعني حتى ترامب غار من دبي. من زمان يمكن مطلين كتير على الصحافة. صحيح. وعلى الإعلام. صحيح. نعم. غائبة ليش؟ أنا أولاً ليكي ما بحب كتير الإعلام، وأنا كل شيء صار بحياتي صدفة يعني، الميس يونيفرس كانت صدفة واضطريت أعمل السنة والكونترا وهيك، بس بطبعي يعني بكاركتيري أنا بحب كون دايماً ورا الكواليس ومش بالأضواء. ماذا يعني الجمال لك الذي دائماً ما توجه الأسئلة عن حياته الشخصية، لا سيما أن جعل الجمال محور الحديث اليوم، خاصة معايير الجمال كلها تتحدث عن التجميل وإلى آخره؟ يعني هو حلو أنه المرأة تحسن حالها دايماً، يعني إن كان بوتوكس أو إن كان يمكن التحسين يعني بالوجه أو بالجسم أو كذا، هو يعني ربنا يعني كمان بحب الطبيعة وعطى لكل واحد جماله، عطى جمال الروح اللي هي كمان أهم من جمال الوجه والهذا. يعني شو بدي أقول لك، في تقدم بكل شيء، والمرأة ما بقى في مرأة بشعة، ما بقى في يعني إنسانة بشعة. أنت مع عمليات التجميل؟ طبعا، يعني أنه للتحسين مش بس بس في كتير منهم ببشعوا حالهم، انتبهي، ما بيعرفوا شو بيعملوا، بيصيروا منفوخين نفخة فظيعة ومش مقبولة. لازم يسمعوا نصايح، لازم يكون في ناس تعطي نصيحة مضبوطة، مش طبعا يمكن دكاترة بتعطي بس في منهم بيفكروا بتجارة أكتر، لازم يعرفوا يعني ماشي. سؤال، أنت معنية في عالم الجمال اليوم، يمكن في بعض ردود الانتقادات كبيرة على مثلا ميس وورد شكلها ما كتير حلو، شو في معايير معينة؟ هيدا الموجود. هيدا الموجود، هي مش بس شكل، مش بس الشكل يعني وجمال، هي كمان بيكون عندك إقناع يعني للجوري، عندك يكون عندك جنرال نوليدج يعني على كل شيء، يكون عندك منطق. هيدا كمان بياخد أكثر من 50% من النتيجة. هي. عندي سؤال يمكن شوي بعيد، حبيت تجاوبي جاوبي، ما حبيت تجاوبي بوقف السؤال. في لبنان ينتخب رئيس جمهورية مسيحي، ولكن هل هاي المعايير تتماشى مع انتخاب ملكة جمال لبنان؟ يعني لازم تكون طائفة معينة ولا هالموضوع ملكة جمال؟ أعوذ بالله، تساؤلات كثيرة يمكن. لا لا، ما عندنا هالشيء أبدا. لا لا نو واي يعني، لا لا. هلا بالدستور عندنا رئيس جمهورية ماروني مسيحي، فهمنا، بس بملكة جمال لبنان لا. ما شفنا ملكة مثلا مسلمة، ولا ما بعرف، يمكن كان في، نسيت، كان في وصيفة أو شيء، وصيفة عم بتسائب، يمكن عم بتسائب، أي دون نو يعني، بصراحة مش كثير متابعة. أكيد أكيد لا، ما عندنا هالشيء هيدا. كلمة اليوم بهالمناسبة أنت حابة تقوليها للناس اللي متشوقة إلى جورجينا رزق؟ أنا بدي أقول لهم مبسوطة كتير بوجودي بدبي، بلد السباقين بكل شيء، وخاصة بهالطقس الحلو بهالجمعة الحلوة، وإن شاء الله نتردد أكثر من هيك كمان على دبي إن الله رضى. شكرا لمداخلتك. شكرا لك. شكرا لك.